بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة النهاردة أو وصية النهاردة اللي احنا عايزين نعيش معاها في رمضان، إن أنا عايز أقولك إن رمضان مدرسة. رمضان مدرسة اللي تتعلم منها وتخرج منها بحاجة. الطالب لما بيخش المدرسة بياخد مواد وبيذاكر وبيجتهد وبيخش امتحان علشان يطلع بنتيجة، وممكن يطلع الأول يطلع الثاني على حسب اجتهاده وعلى حسب مذاكرته بتكون الدرجة بتاعته أو بيكون المجموع بتاعه. رمضان برضو فرصة كبيرة جدا ومدرسة عظيمة تطلع أنت منها برضو بحاجة. ما هو الأستاذ مصطفى صادق الرفعي رحمة الله عليه، صاحب كتاب وحي القلم، الأديب المصري الكبير، بيقول إيه؟ بيقول: أما لو عم هذا الصوم الإسلامي أهل الأرض جميعا لآل معناه أن يكون إعلانا من الإنسانية كلها، على إعلان الثورة في الأرض كلها لتطهير العالم من رذائله وفساده. يعني هو شايف أن رمضان شهر الثورة، ثورة على الرذائل، ثورة على الفساد، ثورة على كل خلق ذميم، ثورة على الكسل، ثورة على الفطور، ثورة على عدم الصبر. ولذلك أنت عايزك تتعلم من رمضان الصبر والحلم وكظم الغيظ، وإنك ما تغضبش، وإنك ما تتهورش، وإنك تبقى شجاع، وإنك تبقى قوي، يبقى عندك تحمل، عندك طول نفس، عندك بال طويل، عندك كل ده بيعلمنا رمضان. وزيك حتى علماء النفس بيقولوا ايه؟ الانسان لو اتعود على فعل الحاجة من 6 مرات ل21 مرة خلاص يستطيع بهذا التعود ان يحدث تغييرا حقيقيا في حياته. طب انت في رمضان بتصوم على الاقل 29 يوم وعلى الاكثر 30 يوم، اللي هو انت متعود انك تمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس، يوميا بتمسك عن الطعام، وبتحاول انك تحافظ على الصلاة وتقرأ القرآن وتحافظ على التراويح وتتصدق وتفطر صائمين. بتعمل الكلام ده لمدة قد ايه؟ لمدة 29 يوم يا جماعة، او اقصى حاجة 30 يوم. فانت في رمضان بقى تقدر تبطل التدخين، في رمضان تقدر تتعود على الصبر، في رمضان تقدر ما تغضبش، في رمضان تقدر ما تتهورش، في رمضان انك تقدر تمسك اعصابك، في رمضان يعلمك الحاجات دي كلها. ولذلك الاستاذ مصطفى صادق الرافع رحمه الله عليه ليه كلام جميل قوي، يقول: الا ما اعظمك يا شهر الصيام، الا ما اعظمك يا شهر الصيام، ان فضلك يستحق ان يسميك العالم مدرسه 30 يوما. يبقى رمضان مدرسه، اتعلم منها بقى، وابدأ من رمضان السنة دي انك تحاول تغير. عايز تبطل السجاير وانت بتقعد 14-15 ساعة طول النهار ما بتشربش سجاير، تقدر بقى بقية الليل انك برضو تعدل 24 ساعة، وهكذا يوم في 2 في 3. كنت مقصر في الصلاة قبل رمضان، فرصة انك تحافظ على الصلاة في رمضان. كنت مقصر في النوافل، فرصة. كنت مقصر في القرآن، فرصة في رمضان انك تجعله مدرسة، انك تحافظ على الصلاة، تحافظ على النوافل، تحافظ على القرآن، تبطل العادات السيئة. لا تقل من اين ابدأ، طاعة الله البداية. لا تقل اين طريقي، شرعة الله الهداية. لا تقل اين نعيمي، جنة الله الكفاية. لا تقل في الغد أبدأ، ربما تأتيك النهاية. خلي رمضان مدرسة وتعلم منها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.